كابتن أسامة، ألف مبروك للأهلي، يكرر فوزه للمرة الثانية على الإسماعيلي في الدوري. طبعا يعني في النهاية هو فوز مستحق في مجمل صحيح. اللقاء. الشوطين تباينوا في السيطرة والاستحواذ والخطورة على المرمى وكمية الجري. احنا قلنا النادي الأهلي محتاج الجون التاني عشان الإسماعيلي ييأس شوية أو يحس إنه الأمور خلاص اتصعبت. والإسماعيلي طبيعي احنا قلنا هينزل عشان 1-0 نتيجة مش مطمئنة بالنسبة للأهلي، والإسماعيلي هيجازف، وده فعلا اللي حصل. ومصطفى شوبير اللي يعني عمل مباراة كبيرة جدا النهاردة، في أول دقايق الشوط الأولاني شال انفراد انفراد من عبد الرحمن مجدي حلوه جدا، وفي اخر دقيقه الشوط الثاني. لا ما طبعا، ما انا بقول لك توقيتات، لكن دي كانت قبل ما احنا نجيب الجون الثاني. فالاسماعيلي نزل ضاغط علينا الشوط الثاني، بيحاول يوصل، مصطفى شال الكره دي، انت ابتديت تتحول ثاني وابتديت تسيطر، ورحت بكره او كرتين، واحده لوسام بس استلم فيها وحش. بعد كده الهدف الثاني الرائع لامام عاشور، ترقيصه ثم تسديده في الزاويه البعيده من الزاويه من الناحيه العكسيه، يعني حطها باتقان. يعني الهدف ده برضو ما يقاس الاسماعيلي، بس ادالك انت اطمئنان، يعني 2-0 غير 1-0 خالص. السيطره ما بقتش تماما للنادي الاهلي، ابتدت السجال بين الفريقين، السجال بين الفريقين صحيح، وهم بيخاطروا وعايزين يعوضوا، وانت بتلعب على هجمات مرتده ولكن ما كانتش بتكمل. ابتدى امام يتعب، ابتدى بيرسي يتعب شويه، وسام ابتدى يتعب شويه، حتى الراجل ابتدى يعمل تغييرات يعني ما اديتش مردودها على طول. ونزل مودست ورضا سليم في الاول، ما كانوش لسه بالحاله المميزه يعني اللي كان عليها بيرسي تاو وسام وامام، ثم كوكا والسولية عشان يسيطر على وسط الملعب، لان حصل تعب شويه الاكرم، حصل تعب، فابتدت الاستحواذ يجي لك، ولكن البنالتي جه مفاجئ. يعني السيطره كانت ابتدت تروح وتيجي، البنالتي جه مفاجئ، هدف دقيقه 73. طبيعه الحال انت هتتوتر، وطبيعه الحال كل ما الوقت يضيق والنتيجه الرابط الاسماعيلي 2-1، انت هتقلق على الهدف. مزبوط. وهو هيبقى عنده مخاطره اكتر، صح. فده اللي حصل لغايه لما مصطفى طبعا في الدقيقه الثانيه من الوقت الضايع شال واحده يعني صعبة. كانت خلاص هتنهي الماتش على 2-2 غالبا يعني. فالنهارده في ناس ادت بشكل كويس قوي، يعني الجبهه اليمين كلها اللي هي فيها محمد هاني وامام عاشور وبيرسي تاو، سواء الشوط الاولاني او حتى الشوط الثاني، كانوا بيتحركوا كويس قوي وعملوا هجمات كتيره، وحتى امام لما كان بيروح هنا الناحيه الثانيه، بس طبيعه الحال عشان راجع من اصابه طويله ابتدى جهده يقل مع طبعا. الوقت، وكنا كلنا متوقعين ان هو يتغير، فطبيعي يعني. الناحيه الثانيه حسين الشحات لما نزل عمل حيويه، وواضح جدا انه مشتاق للعب، عمل هجمات كتيره، احيانا كانت بتكمل احيانا ما بتكملش. في ناس محمد هاني عمل ماتش كويس، في ناس كتير عمل الجهد، ولكن الاسماعيلي برضو يعتبر على قد الظروف اللي هو فيها عملوا ماتش كويس، ولكن النهايه النتيجه عادله ان النادي الاهلي يطلع كسبان الماتش، لانه اكثر خبره، هو اللي عنده فرص اكتر في اللقاء، هم اللي لعبته كانوا يعني في معظم الشوطين هم اللي كانوا افضل. لكن تحيه برضو للنادي الاسماعيلي انه طلع بالنتيجه دي، ورغم انه في لعيبه كتير صغيرين والناس مش عارفه اساميها قوي، يعني عمر السعيد لعيب كويس قوي طبعا، عبد الرحمن مجدي، محمد ناصر السردباك اللي اتطرد، اكتر من لاعب، مخلوف اللي في نص الملعب، كذا واحد يعني. لكن النادي الاهلي استحق الفوز في الاخر يعني.